مشاهدي القناة شوفت في أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ونحن الآن مع الدكتور المصري بدر العطار اللي غيكشف لنا الحل السحري للناس اللي ما قادرينش أنهم يشريوا الأضحية ديال العيد بحكم هذا الغلاء ديال الأسعار وبزاف ديال الأمور، يعني خاصة أننا كنعرفوا أن النفسية ديال الناس أهم حاجة، أهم من العيد وأهم من بزاف ديال الأمور. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وعواشر مبروكة. وربنا سبحانه وتعالى، احنا عندنا في المغرب هنا حالة الناس اللي ما عندهمش مش كتير، ولكن خاص ان هو ربنا سبحانه وتعالى جعل له عشان الغني يعطيه، فما يبقاش حالته النفسية تعبانة. هو المفروض يفرح بالأجواء دي ويكبر ويعيش الأجواء السعيدة وفرحة العيد، مش فرحة العيد ان انا أذبح، ده فرحة العيد بهذه الأجواء، انا بغير جو وزيارة الأحباب وزيارة العائلة. ودائما لو الناس كلها فقراء، لا هو ما يزعلش، ده يمكن هو فقره رحمة له عند ربنا سبحانه وتعالى، هياخد ثواب أكبر. والناحية الأخرى الغني هيلاقي لمين يعطي، إذا ما لا خاص مراتش. أنا بشوف بعض أحيانا يبيع فرش البيت ويبيع اللي بتاع، لا ربنا ما قالش كده. لما ترجع للشيوخ عندنا هنا في المغرب زي ما قالوا لك، قال لك لا أنت معناه عيش الحياة، وعشان الغني يلاقي فيه يعطي، بخاص اللي هو ما عندوش، اللي ربنا ما يسرش ليه، ما هيش دهن ولا حاجة، يجيب حل دجاجة ويقعد ويأكل الأولاد، والغني هيلاقي فين يعطي التلت. لكن هو خاصه يعيش أجواء العيد اللي معناها التهاليل والرحمة والصلة والأجواء بتاعت الناس بتبارك لبعضيها، وليست العيد هو الأضحية، لا ده دي سنة ان هو عنده يعمل، عنده ما عندوش ما وقعش الذنب، معلش وزر، ولكن خاص يدخل البهجة على اولاده. هو مش بيضحي عشان معناها يحس بالعيد، لا هو خاص يحسس اولاده بالعيد. هو معناها زي ما سمعت بقول لك ايه، هو امر اولاده انه يصلي عشان معناها جاب العيد لهم سنة، لا هو عايز عشان ياكل لحم، اذا معناها اكل لحم في اي وقت. ومعناها احيانا كنت شفت شيخ مرة لقوا الناس في العيد اللي ما عندوش، اللي ما عندوش عيد جاله لحمة اكتر من اللي عنده. فرد الشيخ قال له يا شيخ فلان، قال له ما يلا نموت عشان الاولاد نوسع عليهم. يعني اذا معناها الناس دي بتوسع عليها. انا شفت واحده مره مع مش ذبحه، راح لها اكتر من اللي عنده ذابح. ليه؟ الكل بيحتف عليها باللحم، الكل بيعمل السنه عليه. وبعدين مش معناها ان هو الغني بيجيب، لا ربنا رزقه بيطلع التلت حق للمساكين، اذا معناها خاص هو يستقبل العيد بروح حلوه وما ينكدش على الاولاد ويعيش لهم. وبعدين معناها يحس الاولاد بالعيد، يقول لهم يا اولاد ان شاء الله ربنا هيرزقنا في العوام القادمه، لكن احنا نبقى احسن في لان العيد ايه؟ العيد فرحه وليس العيد ان اجيب اضحيه. لا اعلم اولادك المبادئ، ويوم في يوم 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 في ويوم ما فيش. اذا خاص رب الاسره ما يعتمدش ان هي العيد هو اضحيه، لا العيد معناها موسم في حج في طاعه، يحاول يقرب ربنا سبحانه وتعالى، يقدر ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنه ويسهل له الامور. اذا في الحاله دي حالته تتحسن والاولاد يولفهم. وانت بدل ما بقول دايما الصباح لما تكون ما تخليش الاولاد في البيت، اخرج العب العب بيهم، خرجهم لاجواء العيد. الطفل لما بيشوف اجواء العيد هو بينسى عمليه الاضحيه، ومسافه ما بص تلاقي بعدها بساعتين جالك الخير، هتشوف الخير جالك من جميع الابواب. ليه؟ لان كل غني بيشوفك هيروح يبعت لك التلت. لو جاله من كل واحد تلت هبص تلاقي هو عنده اكتر من اللي هو عنده صح الذبيحه او عنده الخروف. ليه؟ 10 افراد هيودوا تلت، يبقى عنده كام؟ عنده 10 تلت، يعني اذا عنده جد الخروف 4 مرات. يعني احنا نتمنى نعم دكتور مزيان الانسان انه يعيش في المستوى ديالو باش انه ما يمرضش نفسيا. لا نعم كاين الناس كي مرضوا نفسيا بسبب انه يقول ما عنديش، ما قادرش انني نوفر مثلا الاضحيه ديال العيد، كيولي مريض نفسي. ايوا خاص كيجي بعض الحالات نعم، الله يستر يوصلوا للانتحار او لشيء امور خطيره. لان هو ما مش في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وقال ان معناها هذه سنه وليست فرض. وبعدين انت ما عندكش الا يكون في الله نفس الله وسعها، ليه تمرض؟ عيش الحياه. وهي ما جتش على الاضحيه، ده هو بياخد الاضحيه دي ان هي اكل لحم، لا انت هرزقك اكتر من صاحب الاضحيه. ليه؟ كل واحد هيشوفك هيبعت لك التلت دياله، يبقى عندك اكتر. ولكن هو عايز شكلا اذا معناه. وبعدين ازرع دي في الاولاد، ما عندكش خلاص ماشي عيش الحياه. ومعناها وعيش الحياه، ان مش العيد انا هقعد في البيت، لا اخرج فرح الاولاد، اعمل زياره للاقارب، صله الرحم هي دي. ولكن ما تقعدش في البيت، لما تقعد في البيت هتمرض.
لكن انت قاعد، ودايما السيده ايضا تكون حنينه على الراجل ديالها، يعني ما تقولش احنا ما عندناش اضحيه تشيله الهم، لان احيانا هو بيشيل الهم لان عايز يسعد الزوجه دياله، فالزوجه دياله تخفف لكن في عليه. تكون متطلبات جد الزوجة كثيرة، برافو مثلا عليك، الميزانية جبارة. الميزانيه مش مكفيه، لان انا اصبح مثلا بيعمل خل عام ما عملش، اذن معناها هي تقلل التكاليف عليه شويه وتزرع فيه البساطه، لان بتبص تلاقي هي بتزرع له النكد، ما ذاك هو خاص يختار السيده اللي فيها بشاشه اللي تقدر تتكيف مع الامور، لكن متطلبات اكتر من المدخلات دياله، اذا هحس بصعوبه، ولكن خاص السيده دياله، ودي هام جدا للسيده. انا كنت اسمع في قصه ايام زمان ان كان واحد ولي ابنه بيتوفى، الزوجه عملت له الاكل وكل حاجه وكتبوا مع بعض، والاخ قالت له عندك امانه ربنا خدها، قال لها خلاص، ولكن لو هي جابلته بقى قالت له وشايله اللي عارفها زرعت نكد، هو هيبكي، لكن خاصة الزوجه تكون لطيفه وتقول له ربنا يرزقنا، لان هو دايما عايز يرضي الزوجه وعايز يبقى شكله قدام، لكن خاصة هي تزرع فيه الرحمه وتقول له ربنا يرزقنا، ويعني ما فيش مشكل، يلا هنخرج، هنحس هنشعر بالسعاده في الخروج بره، هنجيب كيلو مثلا دجاجه، اذن هي هتخفف عليه، ولكن لما بتشيله الهم هو بينتحر. ليه؟ لأنه بيحس بتقصير، لكن هي لا، ده ولما ينتحر هو حل، هو ما حلش الموقف، ولكن خاصه في الحالة دي يبدأ عنده بدائل، يخرج بره وبعدين يغير المكان، يعني مثلا هو قاعد في مراكش، يعني انا كان صديقي ديك اليوم بيقول لي انا هروح اضحي بعيد عند بيت الزوجة وما عندناش، هروح اعيد عند بيت الزوجة، يبقى حل موقف ومعاش بأزمة رغم ان هو موظف وله دخل، ولكن انا هروح اعيد في مكان في منجرير، ليه؟ عشان الاولاد يحسوا باجواء هناك عندهم وفرحه، يبقى نقل من المكان الضيق لمكان اوسع، يبقى خاص ان هو يعمل ازاي؟ يحاول يخرج والزوجه تكون رحيمه شويه، وهو ما ياخدش، حتى لو الزوجه كده يحاول يهدمها يقول لها ان شاء الله ربنا يرزقنا، لكن ربنا ما اعطناش، ده اوامر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وليست ان هو في ايده زي ما تقول مش هو سبب في تعاسه راسه. مثلا لكن لا، خاصة ما لجاش للحل الخطأ، ولكن يحاول بقدر الإمكان يخرج من الموقف ده ويعيش السعادة، لكن ما يحطش الخروف في ذهنه، هو بيحط الخروف في ذهنه مش عملية سنة، وبيحطه عشان ياكل لحم قدام الناس هو ذبح، لا، أنا ما يهمنيش الناس، يهمك نفسك وأولادك وأسرتك، وخد أسرتك وعيش السعادة، واخرج له مكان حلو حيوي خارج البلد، في مكان هنا على الشط، الناس كلها بتخرج على الشط بيسيبوا له الضحية، أنتوا لما واحد بيذبح ويخرج ما حدش يعرف ده، احنا ما ذبحش ليه؟ انه بيعيش اجواء العيد، انت كذلك اخرج وعيش الاجواء السعيده وفرح اولادك، وروح شيل لهم الحاجات البسيطه دي اللي هي بتاعت لعب الاطفال، هيعيش في سعاده جدا ويعدي منظمه العيد بخير وسلام، ده اهم شيء ان هو يكون في نفسه القناعه هو والزوجه دياله. شكرا لك دكتور، لا شكرا شكرا على لك، مرحبا. وكنتوا ان شاء الله قاع الناس يدوزوا ان شاء الله العيد باحسن الاحوال، يعني احسن الاحوال، والسنه دي احسن من السنه، مش عملت انت عملت ان احنا نتكيف مع الوضع. انا ما عنديش، يعني انا مثلا انا ما عنديش بيت شال حاجه بسيطه، الدنيا اتهدت اهو دي حاجه بسيطه، ولكن اقول الحمد لله رب العالمين، الناس ما عندوش بيتكيفوا مع الامور، انا جيت في عيد هنا ما عيطتش، ايه المشكله؟ صح كده؟ خرجت وعشت الحياه بسعاده، ممكن هي تعرف انا اذا معناها مش السعاده ان انا اجيب واتبع عمله، السعاده ان انا اكيف نفسي واعيش الحياه في سعاده، وادخل السعاده على اسرتي واهل بيتي، وتعدى ايام العيد بعيد وسلام، وربنا جعله عيد مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه، وسيدنا وفقه الله وحماه وجميع الاسر المغربيه، امين يا رب، وجميع الدول الاوروبيه الدول الاسلاميه، امين يا رب العالمين، يعيشوا في سعاده وفي جو مستقر وهدوء واستقرار، وعاش الملك صراحه، والجو هنا ممتع، عندك تخرج تلاقي سعاده، تخرج البحر تلاقي هنا اجواء في جردات، تخرج تلاقي جو ممتع جدا، يعني ما عندكش سبب نعمل لك كتمه، لا، عندك اسباب سعاده متوفره، ولكن حل الباب، اقفل المخدة اللي هو عندك عاملك توتر، وحل الناحيه الايجابيه، هتعيش في سعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك، لا مرحبا. شفتي بيك، كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في بث اخر، السلام عليكم.